هدوء شوارع المنصورية لا يعكس حقيقة ما يجري هنا. فهذه الشوارع باتت تخيف قاطنيها بعد وقوع سرقات عدة في فترة لا تتخطى الأسبوعين وبأشكال مختلفة. صار في سرقة هون في شليحة، وقفوا هون عملوا مثل حاجة شلحوا سيارات، شو شلحوا من قلبهم ما بعرف يعني، بس أنا شلحوا سيارات. وتاني شيء في اللحام جارنا هون الساعة 8 الصبح الأحد فاتوا شلحوا مصاري. إجا وقف جنب مني هون مسلح، قال لي ما تتحرك، أخذ $100 وأخذ 235,000 ودق حاله. كان صاحبه طالع بالسيارة مدورة جاهزة، السيارة قاعد فيها وجهه مكشوف، هو أسمراني رادة شعره لورا، حتى إذا بشوفه بعرفه. الساعة 10 نسمع صريخ، مرة عم صريخ، نزل سيارة وقفت قدام الجردوري، عم تنزل بنت على الجردوري، اثنين على الموتوسيكل معهم مفتاح الدولاب بسميه مفتاح الجنط، طب شو للإزاز مالت لحد الشوفير، صاروا جزئين وهربوا. من أسبوع كمان صارت حادثة قدام نشل بقوة السلاح. إذا الدولة مش قادرة تأمننا الحماية، بنضطر نحن نأمن حمايتنا الشخصية. يعني ليش بده يكون في سلاح بقلب المحل ناطر الحرامي ليجي لعندي؟ ما مش الدولة بتأمن لي الحماية. كل ما يطلبه أهالي المنصورية أن تتحرك أجهزة الدولة والقوى الأمنية وتقوم بدورها بحفظ الأمن والقبض على من يدخل الرعب إلى نفوسهم.